السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له أجر عد العشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. هذا الذكر هذا يا إخوان ما يأخذ منا 10 دقائق في اليوم، لو في السيارة، لو وحنا نطبخ، حنا ننفخ، حنا نشتغل، قلنا ما يأخذ منا دقائق معدودة. قلوا أمين. الله يكتب لنا ولكم الخير. السلام عليكم.